طيب الله أوقاتكم بالخير والمحبة، وأهلا وسهلا بكم الطلبة الأحبة في كل مكان إلى هذا الدرس الجديد من الدروس المسجلة لمادة اللغة العربية، المسار الأكاديمي لطلبة الثانوية العامة، الإنجاز لهذا العام 2019. اليوم سندخل إلى الوحدة الثالثة ودرس كم حياة ستعيش، ولكن قبل ذلك أود أن أنوه بأن كافة دروس القواعد الواردة في هذا الدرس سأقوم بشرحها على السبورة في دروس منفصلة خاصة لكم، فأتمنى منكم متابعتي على قناتي على يوتيوب والاشتراك في القناة هناك لمتابعة الدروس اللاحقة والدروس القادمة إن شاء الله. أطلب منكم أن يكون الكتاب المقرر بين أيديكم، ونفتح الكتاب على صفحة 25 وجهزوا حالكم للأسئلة الخارجية، الأسئلة التي تحتاج إلى تحليل نكتبها مباشرة ونحلل ما يحتاج إلى تحليل، ومن ثم مباشرة نجيب أسئلة الكتاب الإجابات النموذجية. طبعا سنقسم الدرس إلى فقرات، ولكن ستكون هذه الفقرات طويلة نوعا ما، وسأبدأ بالفقرة الأولى وهي منتصف الصفحة الأولى، ممكن تعد 16 سطرا حتى عبارة التي قد تمتد طويلا، من الأول حتى قد تمتد طويلا 16 سطر. شو ممكن نحط عليها أسئلة؟ بعدها يا جماعة انتم بتكملوا معاي، يعني القلم بيكون بتابع على الجمل اللي بدي احكيها، بتدوروا عليها، بتحطوا تحت خط وبتحطوا الأسئلة فوقها. الهدف من ذلك اني بدي اياكم تشوفوا النص بعيونكم وتحطوا الأسئلة عليه ايضا بأنفسكم. نبدأ من الأول ومن العبارة الافتتاحية للدرس، كم حياة ستعيش؟ كم، ما نوع كم الواردة في هذه العبارة؟ كم أيها الطلبة، كم نوعان لا ثالث لهما، إما كم الاستفهامية وإما كم الخبرية. كم الاستفهامية تحتاج إلى رقم، تحتاج إلى عدد، فأنا عندما أقول كم عدد طلاب الصف وتقول لي 30، فأنت تعطيني رقم. كم عدد الطلاب الغائبين، تحكي لي طالبين أو ثلاث، تعطيني رقم. هذه كم الاستفهامية. كم عدد الأصدقاء الذين أتوا معك في الرحلة، تعطيني عدد، فهذه كم الاستفهامية. ولكن كم التي تطلب منك فقط تصور الإجابة ولا تطلب رقما محددا، هي كم الخبرية. ومثل ذلك كم عدد الشهداء في فلسطين، ليس المطلوب أن نعطي عددا، ولكن المطلوب التكثير، الكثرة، الخيال، الخبر، فالعدد كثير، فبالتالي كم الخبرية. أو عندما نقول وكم من مدمن على التدخين في هذا العالم، أيضا لا نحتاج إلى رقم أو إلى عدد، وإنما أحتاج إلى أن أخبركم بأن العدد كبير جدا. في مثل هذه الكم التي لا تحتاج إلى عدد هي كم الخبرية. وبناء على ذلك، ما نوع كم في كم حياة ستعيش؟ أنا أريد منك إجابة وأن تقول لي حياة واحدة أو حياة واحدة، فبالتالي تحتاج إلى رقم، فكم هنا كم الاستفهامية. هذا هو السؤال الأول. طبعا إحنا جماعة كما ذكرت في 16 سطر الأول، إحنا ما بنذكر معاني المفردات لأنه عيب لطالب توجيه أجي يحكي لي شو معنى نبصر، يحكي لي نرى، ويبدو يظهر جليا، والحفدة هو الحفيد ولد الولد، والهلع هو الخوف. لا 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 لا، نحن بغنى عن هذا الكلام الأساسي للطلاب الصف السابع والثامن والتاسع، نحن سنسمو بذلك أكثر فأكثر. بعد كم حياة ستعيش نضع خطا تحت عبارة إنها حياة واحدة، وسؤالنا ما الأسلوب، ما نوع الأسلوب الوارد في هذه العبارة؟ نوع الأسلوب هو أسلوب توكيد. نعرب هذه العبارة، في إعرابها إنها حياة واحدة، الهاء ضمير متصل مبني في محل نصب اسم إن، وحياة خبر إن مرفوع وعلامة رفعه تنوين الضم، وواحدة نعت مرفوع وعلامة رفعه الضمة. العبارة التالية التي ستضعون تحتها خط كأنه لم يجئ فيها قط، يجيء، ما المادة المعجمية لها؟ المادة المعجمية ليجيء، ج ي
الجيم والياء والهمزة. وعلى ماذا تدل هذه العبارة؟ ما دلالة توظيف هذه العبارة؟ تدل على عدم وجود نفع لهذا الشخص في حياتنا. نضع خطا تحت عبارة يتلمس موضع قدميه قبل الخطو، وسؤالنا ما دلالة هذه العبارة؟ الإجابة الدلالة على الحذر الشديد والخوف. نضع خطا تحت لكنه يا للمأساة، لكن هنا نضع فوقها حرف استدراك. وعبارة نضع خط تحتها لم يعطي لنا ولا لنفسه مبررا. ما الأسلوب الوارد في هذه العبارة؟ الأسلوب هو أسلوب نفي، ويعطي فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة، ومبررا إعرابها مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. نضع خطا تحت عبارة لا حركة بعدها ولا نفس. لا هنا لا النافية للجنس، ولا النافية للجنس يا جماعة اسمها منصوب، ولكن ما بزبط إن نحكي اسم لا منصوب لأنه مبني في محل نصب. فبالتالي لا حركة، حركة هنا اسم لا نافي للجنس مبني في محل نصب، تمام؟ ونحن نرتجف هلعا. ما إعراب هلعا؟ هلعا مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح. طب ليش مفعول لأجله؟ لأنه اسم الاستفهام، يعني أداة السؤال اللي بنحط على هذه العبارة وبيبقى الجواب تبعها هلعا. أخرى مرة، نحن نرتجف هلعا، بزبط نحكي ماذا؟ لا، هل؟ كيف؟ ولا لماذا؟ منقول لماذا نحن نرتجف؟ فالجواب هلعا، فبالتالي مفعول لأجله. نضع خطا تحت كلمة جميعا. جميعا يا جماعة إعرابها على كوكب الأرض، على كوكب المريخ، وين ما تروحوا جميعا دائما دائما إعرابها حال منصوبة. وأيضا أصدقائي الطلبة طبعا نضع خطا تحت عبارة قبل أن يقرر شيئا ما، والسؤال نوضح نوع ما في هذه الجملة وما إعرابها. ما هنا ما النكرة مبهمة، وهي في محل نصب نعت، إعرابها نعت منصوب. مهم جدا أصدقائي الطلبة عندما تحدثنا عن لا أو عن كم الخبرية، وردت داخل الدرس أيضا كم خبرية أخرى، أيضا هذه الكم موجودة في عبارة كم من الناس ولدوا، بنحط تحتها خط نوع الكم كم الخبرية. وولدوا فعل مضارع أو فعل ماضي مبني للمجهول، فبالتالي الواو اللي ملزكة فيه نائب فاعل، فبالتالي الواو ضمير متصل مبني في محل الرافع نائب فاعل. أيضا جماعة قبلها بشوي لا هدف تحقق، أيضا لا نافي للجنس، وهدف اسم لا نافي للجنس مبني في محل نصب، والجملة الفعلية تحقق في محل رفع خبر لا النافية للجنس. من الجمل المهمة التي تأتي مثار أسئلة استخرج اسم مجرور لفظا مرفوع محلا، اسم مجرور لفظا منصوب محلا، من هذه العبارات ليس بذكي، حطوا لي تحت خط. الباء حرف جر زائد وذكي، ذكي هي أصلها ليس ذكيا، يعني ذكيا لازم تكون خبر ليس منصوب، بس ما جابهاش، جابها ملزكة في الباء واللي كنا عنها باء حرف جر زائد. شو يعني زائد؟ يعني ما بتجرش الاسم اللي بعده، حرف جر لا يعمل، فبالتالي ليس بذكي. ذكي إعرابها اسم مجرور لفظا، ها لما الأرض بيقول ذكي ين مجرورة، إذن مجرور لفظا، ولكن محله من الإعراب منصوب، فبنقول مجرور لفظا منصوب محلا على أنه خبر ليس. ماشي يا جماعة؟ نذهب إلى، طبعا أنتم متابعين معي، للفقرة اللي بعدها، للفقرة اللي بعدها القلم. نضع خطا تحت قضاها سائحا في دنيا الله. ما نوع سائحا من المشتقات وما إعرابها؟ سائحا اسم فاعل وإعرابها حال منصوبة. طبعا أيضا سائحا كما ذكرناها تحتها كلمة محسومة. محسومة ما نوعها من المشتقات؟ اسم مفعول من فعل ثلاثي حسمة. نأخذ عبارة أشد منها
قصرا وهزلا. متذكرين في القرآن الكريم أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا وأشد، شو نوع هان جماعة؟ اسم تفضيل، اسم التفضيل، الاسم اللي بعده المنصوب دايما تمييز، مسمار طبعة بدكم تحطوه في ذهنكم، هذا ممنوع، ده ثابت، إعرابها ثابت. لما نقول أنا أكثر منك مالا تمييز منصوب، وأعز نفرا، نفرا تمييز منصوب. في بيت وأكثر وأشد وأكثر بني الدنيا، أو عفوا نأتي لهذه العبارة، وأشد منها قصرا، قصرا تمييز منصوب. إذا شفتوا أي إشي على وزن أفعل اسم تفضيل، شفتوا بعده اسم منصوب، شو إعرابه؟ تمييز منصوب. أحاول أن يعني آتي لكم بأمثلة أخرى، سنضع بعض الأسئلة أيضا على علم المعاني. لما حكينا إنها حياة واحدة يا جماعة، هنا ضرب خبر، وضرب الخبر هنا طلبي، يلي المأساة أسلوب إنشائي طلبي والنداء للاستنكار. قصة لحياة شخص ولد وعاش ومات إيجاز بالقصر، إيجاز بإيش؟ بالقصر. هذه الكلمات الثلاثة تحتوي على حياة كاملة لإنسان عاش ولكن مات ولم يكن له أثر، عاش ولم يعش، بينهما محسن بديع طباق سلب، عاشوا وماتوا، بينهما محسن بديع طباق إيجاب. أيضا نذهب للفقرة اللي بعدها جماعة، من ولد، من هنا موصولة. طبعا العلاقة بين موته وفنائه علاقة ترادف، موت وفناء علاقة ترادف. وما الهدف من توظيفه؟ لتأكيد المعنى وإبرازه. لا يزال حيا، نحط تحت خط حيا، إعرابها خبر لا يزال منصوب، وعلامة نصبه تنوين الفتح. نضع خطا تحت عبارة ولم يعتبر توقف أنفاسه دليلا على موته. توقف لأنه إحنا بنحكي عن يعتبر، فتوقف صفت نائب فاعل لأنه يعتبر مبني للمجهول، فنائب فاعل مرفوع لإيش؟ لم يعتبر توقفه، توقفه هذه نحكي عنها توقف نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. ودليلا، ولم يعتبر توقف أنفاسه دليلا، مفعول به ثاني. إذا بتحطوش ثاني بتأخذ نص علامة، يعني إذا على هذه الكلمة أو على هذه العبارة علامتين بتأخذ علامة بتروح علامة، إذا عليها علامة بتأخذ نص وبتدشروا عليكم نص علامة إنه يروح، فديروا بالكم مفعول به ثاني. مهم عبارة رب عمر، عمر هنا يا جماعة مبتدأ مرفوع محلا مجرور لفظا، أو زي ما أنا بحب دائما أعكسها رب عمر مجرور لفظا، عمرن رن مجرور لفظا ولكن مرفوع محلا على أنه إيش؟ مبتدأ بعد رب هنا يا جماعة. نضع خطا تحت عبارة فهؤلاء أعمارهم مباركة مثمرة، اوعوا هذه عبارة مهمة. هؤلاء اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ أول، أعمارهم مبتدأ ثاني مرفوع وهو مضافه مضاف إليه، مباركة خبر أول للمبتدأ الثاني، لأنه المبتدأ الثاني أعمارهم، يعني مباركة خبر أول لأعمارهم، ممتاز. ومثمرة خبر ثاني لأعمارهم للمبتدأ الثاني. طيب وهؤلاء يا أستاذ اللي في الأول قلت عنها مبتدأ اسم الإشارة مالها؟ والجملة الإسمية أعمارهم مباركة مثمرة في محل رفع خبر المبتدأ الأول. هذه من الـ يعني الإعرابات السريعة. أيضا أريد منكم أن نذهب مباشرة إلى الأسئلة الخارجية التي سنضعها على هذا الدرس، تكتبوا السؤال وتكتبوا الجواب وبعدين بنروح لأسئلة الكتاب. الأسئلة اللي بدي أحكيها مثار إنها تكون أسئلة توجيه. واحد، سؤال أول، ما المقصود بقوله هناك من ولد ولم يمت؟ الإجابة أي أن هناك رغم غياب جسدهم وموتهم عن الحياة لا يزالون أحياء في ذاكرة الدنيا أو في ذاكرتنا بفضائلهم وبأعمالهم حتى وإن توقفت أنفاسهم. سؤال مهم. سؤال الثاني، ما صفات الأشخاص الذين ولدوا ولم يموتوا؟ هذول الأسئلة من عند جماعة ما تدوروش عليها، مش في الكتاب ها،
تمام؟ بس في زيهم في الكتاب بنجيلهم. طبعاً الإجابة أو صفات الأشخاص الذين ولدوا ولم يموتوا: واحد، أعمارهم مباركة مثمرة. اثنين، يقتحمون الحياة عن وعي وتخطيط مش عن هبل. ثلاث، يحثون الخطى نحو أهدافهم بعزم وثبات، بتراجعوش يعني. ثلاث، يخطئون فيستغفرون. أربعة، يصححون أخطاءهم بلا خجل. خمسة، يعيدون ترتيب حياتهم إن اعتراها الفوضى والخلل، وأهدافهم نبيلة ووسائلهم لتحقيقها شريفة. سؤال الثالث، من أم المعارك حسب ما يرى الكاتب، ولماذا اعتبرها أم المعارك؟ الإجابة: أم المعارك هي الحياة، لأنها لا تثبت على حال، فدائما الإنسان في صراع معها، فهي مليئة بالصراعات والحروب. وضح المحسن البديع في رب عمر قصرت آماده واتسعت أبعاده. الإجابة: محسن بديع طباق إيجاب بين قصرت واتسعت. سؤالنا الآخر أيضا يا جماعة من الأسئلة الخارجية الموجودة معنا: ما نوع مضيئة من المشتقات؟ مضيئة اسم مفعول، مضيئة اسم مفعول. نذهب إلى سؤال آخر مهم. أذكر أشهر روايات الكاتب دوستويفسكي. الإجابة: المسكين. لماذا اعتقل دوستويفسكي؟ الإجابة: لأنه دعا إلى تحرير الفلاحين المملوكيين إقطاعيا. ما ردت فعله عندما رأى حكم الإعدام بحقه؟ لم يكن مصدقا بهذا الأمر، حيث أصيب بالصدمة جراء ذلك. ما العقوبة التي قضاها دوستويفسكي ورفقاؤه بعد إلغاء حكم الإعدام؟ قضى 4 سنوات من الأشغال الشاقة في سجون سيبيريا، يتبعها فترة خدمة في الجيش. علل شعور الإنسان برشفة من فنجان الموت يدفعه لتغيير حياته وتفكيره. علل، يعني بعبارة أخرى، ليش الإنسان لما يذوق الموت بغير حياته؟ الإجابة: لأنه يكون في غفلة من أمره، فاقترابه من الموت وتذوقه للحظة منه يقلب موازين التفكير عنده، ويدرك أنه لو مات لكانت حياته ذهبت سدى. نذهب مباشرة إلى الأسئلة أصدقائي المستمعين والمتابعين، والأسئلة الخارجية مستمرة. طيب سؤالنا الخارجي: لماذا سؤال كم حياة ستعيش يحمل من البراءة قدر ما يحمل من الخبث؟ ليه؟ لأن هذا السؤال يدفع الإنسان إلى التفكير بطريقين أو بطريقتين: طريق خير وطريق شر. فأما طريق الشر فهو أن ينال اللذات ما يستطيع، على اعتبار أنها حياة واحدة، فيفتح لنفسه باب الشهوة والطمع. وأما طريق الخير فتتمثل في استغلال هذه الحياة بما ينفع ويفيد ويترك أثرا له بعد موته. سؤال 2، كيف يمكن لإبليس استغلال عبارة كم حياة ستعيش في إغواء أبناء بني آدم؟ الإجابة: سوف يؤكد لهم أن حياة واحدة سيعيشها الإنسان، فيجب ألا تذهب هباء، وأن ينال من اللذات ما يستطيع، فيدخله الشيطان في الفساد والطمع. تعالوا نذهب مباشرة إلى أسئلة الكتاب المقرر، والأسئلة صفحة 27، والسؤال الأول: ما الفكرة العامة التي يدور حولها النص؟ جماعة بتعتمدوا الإجابة اللي سأذكرها، والإجابة معتمدة إن شاء الله في التصحيح الثانوي العام هذا العام في مراكز التصحيح الخاصة بكم. الفكرة العامة التي يدور حولها النص هي وجوب استثمار كل دقيقة من الحياة بما هو نافع ومفيد، وعدم تضييع الوقت بما لا ينفع، وكأنه ألف وباء يعني.
سؤال اثنين، من الشخص الذي يولد ولا يموت من وجهة نظر الشاذلي؟ الجواب هو من يبقى حيا في ذاكرتنا بآثاره وأعماله التي تركها. وهنا أريد منكم أن تميزوا بين سؤالين. من أسئلة الخارجية ذكرت سؤال قبل ما صفات الإنسان، ذكرنا 5 صفات إلهم، هان غير، هان من الشخص، من الشخص. فبالتالي الإجابة كانت قصيرة، الشخص هو اللي بيظل حي في ذاكرتنا بآثاره وأعماله التي تركها، ولكن هناك ما صفات، فكانت الإجابة أطول. السؤال الثالث، بناء على ما ورد في النص من خبر دوستويفسكي نجيب عما يأتي. ألف، نذكر التهمة التي أدين بها هو وزملاؤه. الإجابة السعي للإطاعة بنظام الحكم. ب، كم مكث في السجن قبل أن يوقظوه لسماع الحكم؟ 8 أشهر. جيم، ما اللحظة الحاسمة التي مثلت تحولا في حياته؟ الجواب لحظة وقف تنفيذ حكم الإعدام. دام، دال، نسمي أولى يعني أول رواياته وهي رواية المسكين. السؤال الرابع، من أسئلة الفهم والاستيعاب نستخرج من النص العبارة التي تنسجم مع البيت الشعر الآتي من حيث الصورة التي رسمت للموت. البيت الشعر اللي في السؤال هو الموت كأس وكل الناس شاربه والقبر باب وكل الناس داخله. هذا البيت شو العبارة اللي بتناسبه في الدرس؟ حياة واحدة نحياها ثم ينتهي السباق. نذهب إلى القسم الثاني وأسئلة المناقشة والتحليل بسرعة. السؤال الأول، نعلل وصف الكاتب الأشخاص الفاعلين في الحياة بأنهم مقاتلون. الجواب لأن الحياة أم المعارك، فبالتالي هم بيقاتلوا فيها فهم مقاتلون، لأن الحياة أم المعارك من وجهة نظر الكاتب. السؤال الثاني، يمكن للمرء أن يعيش حيوات أو حياة متعددة، نوضح ذلك بأمثلة من الواقع. الجواب بما يتركه من آثار في مجالات مختلفة، من تأليف إلى اختراع آلة إلى استنباط حكم إلى غير ذلك. السؤال الثالث، نفسر قول نابليون ليس الموت شيئا مهما لكن أن تعيش مهزوما يعني أن تموت كل يوم. الإجابة مسألة الحياة والموت ليست باستمرار النبض أو توقفه، فمن يستسلم للهزيمة ويعيش بلا هدف فهو في عداد الأموات. السؤال الرابع، نوضح الصورة الفنية في العبارة الآتية. ألف، أوقاتهم هي رأس مالهم الحقيقي. الإجابة شبه الوقت برأس المال. ب، الحياة أم المعارك. الإجابة شبه الحياة بما فيها من صراع وتحد بالمعركة الطاحنة. جيم، الانتظار الثقيل. الإجابة شبه الانتظار وهو معنوي بشيء مادي ثقيل. السؤال الخامس، أي الحياتين تفضل؟